أسئلة. ايه سهلة من الكلام وقفت عليها الموظف اللي بتاع التذاكر ما قوليش فكلي وما عشان تذكره 3 جنيه فكله 20 وكده، كان بيرزل ساعات على الموضوع ده وال 20 جنيه مش هيكفوا. هي هنا ساعات بتتعصب برضه على الفلوس القديمه خالص. فهي يعني مصلحه للشعب ومفيده للناس كلها وكتر خير اللي عملها. بننتظر بنص ساعه عشان نضطر ناخد تذكره زياده عشان ايه؟ عشان الفك. بس جديده نوفي كده. في مكنه تانية ايه؟ في مكنه تانية يا جماعه. راكب بيجي بيفك فئه 10 جنيه او 20 جنيه وبيلاقي سهوله في مع فكه وبيخش بيها على الشباك، ده بالاضافه ان احنا بنزود الشبابيك بفكه بخلاف المكنه. هي حضرتك دلوقتي بالنسبه لفئه الخمسه لو اشتغلت فئه الخمسه المكان بتاعها البوكت اللي هو بيعبي فيها النقديه الورقيه مش هيستعب زي كميه ال10 وال20. وفرت كتير بالنسبه للراكب اللي بيجي معهوش فكه بيخش على الماكينه يلاقي الفكه اللي هو عاوزها كلها، لو فئه 10 بيلاقيها، فئه 20 بيلاقيها. واخد بال حضرتك؟ فوفرت كتير على الازدحام على الشباك. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي في سيوله عليه. لان دلوقتي ما بقى والفكه موجوده على الشبابيك كمان، يعني غير كده ان دي في فكه موجوده على الشبابيك كمان مع الصرافير. لسه ما فيش فكه. لما تخلص هعمل مكالمه كده. ماشي.